ماذا تعني الوحدة الفكرية للأمة المسلمة؟ ومتى تكون هذا المفهوم في واقع الأمة؟ ما أهم أسس ومقومات الوحدة الفكرية؟ وما الدور الذي تؤديه العقائد في صوغها؟ هل ما زال المسلمون يحتفظون بتماسكهم الفكري بعد عقود من المحن والتفريغ الثقافي الذي شهده العالم الإسلامي؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان الوحدة الفكرية للأمة في الأوقات التالية.